اللي سقط مننا انا بعزي فيه المصريين كلهم، كل المصريين. وانا بقول لكل المصريين، البطل ده سقط عشان مصر تعيش، سقط عشان مصر تعيش، واحنا مستعدين كمان كلنا نسقط وتبقى مصر. انا خليني اقول لكم كلام محتاجين كلنا. كنا من كام يوم بنقول وحدة الناس والخطر العظيم اللي بيجابه مصر والمنطقة كلها بالكامل. عرفتم ليه احنا بنقول يا مصريين ما تتلخبطوش وما تتهزوش؟ لان احنا بنجابه حرب ضخمة جدا وعدو خسيس محتاج مننا كلنا، كلنا ان احنا نبقى واقفين وشايفين كلنا مع بعض كده. خلي بالكم انا دايما قلت الكلام ده قبل كده وبقوله تاني، اللي حصل ده احنا كنا عارفين انه هيحصل، كنا عارفين وكنا مستعدين، مستعدين ان احنا نتحمل ثمنه. بس 90 مليون مصري يعيشوا. خلي بالكم الكلام اللي بيحصل ده امر مش جديد علينا ومش هيبقى جديد علينا. ده تمن احنا بندفعه، تمن المصريين بيدفعوه كلهم، كل واحد في موقعه. كنا من يومين في افطار وقابلت الشهيد. خلي بالكم انا قلت الفطار ده هاتوا مع الجيش، هاتوا الشرطة، هاتوا القضاء، هاتوا الإعلام، يبقى كلهم موجودين، لأن المعركة دي معركتنا كلنا وحنسقط فيها من كل، من الجيش ومن الشرطة ومن القضاء ومن الإعلام. ده موضوع مش هينتهي، خلي بالكم. وأنا مش بقول كده معناها إن إحنا هنسيبهم، لا، بس عايز أقول لكم على حاجة لازم تكونوا عارفينها. إيد العدالة مغلولة بالقوانين، إيد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين، وإحنا مش هنستنى على ده، إحنا مش هنستنى على ده، إحنا هنعدل القوانين اللي تخلينا ننفذ القانون والعدالة في أسرع وقت ممكن، هننفذ العدالة في أسرع وقت ممكن. خلال أيام تتعرض القوانين، قوانين الإجراءات الجنائية المظبوطة اللي تجابه التطور اللي حاصل اللي احنا بنقابله. احنا بنقابل إرهاب، يبقى في قوانين تجابه ده، يبقى في محاكم تجابه ده. احنا مش هنقعد 5 سنين وعشر سنين نحاكم الناس اللي بتقتلنا. هم بيصدروا الأمر وهم في القفص وبيتنفذ الحكم، واحنا قاعدين بننفذ القانون، واحنا هنحترم القانون، بس هنخلي القانون قانون يجابه ده. وده الامر ده مع السلطة القضائية، مع السلطة القضائية. احنا لسه الشهيد ما اتدفنش ودمه في رقبتنا كلنا، مش في رقبتنا بس، لا، ده في رقبة كل المصريين، في الجيش وفي الشرطة في القضاء في الإعلام. مهم أوي إن أنتوا تبقوا عارفين إن إحنا لا مرتبكين ولا مهزوزين ولا مرتعشين ولا أي حاجة. أنا مش بتكلم عن نفسي، أنا بتكلم عن المصريين. في غضب، نعم، في حزن، أيوة، لكن المصريين شعب عظيم، شعب عظيم، مفيش حاجة. احنا بقول تاني فقدنا عظيم، لكن احنا واقفين على رجلينا. انا بقول لكم الكلام ده لانه مهم قوي، ان احنا اللي عمل العمل ده في الفترة دي في الايام ديت بيقصد ايه؟ بيقصد ينال منا، ينال منا كلنا، ويقول لنا ان
ان مش هتقدروا. لا، احنا لغايه دلوقتي ما عملناش اجراء استثنائي واحد، وانتوا ما تعرفوش ايد الدوله عامله ازاي. عاوزين اعدامات يا ريس. لو سمحتم بقول تاني، احنا بننفذ قانون. هتصدر حكم بالاعدام هيتنفذ حكم الاعدام، هتصدر حكم بالمؤبد هيتنفذ حكم المؤبد. القانون، القضاء، هو ده اللي احنا عايزينه دلوقتي قبل بكره، واحنا جاهزين ان احنا ننفذه. هنشوف الشعب والدولة دايما هتبقى واقفة كده على رجلها. واللي بيحصل ده بيعكس ده، وقوف مصر والمصريين كده. وده الكلام اللي بقوله هأكده دايما عليكم. عارفين ليه بقول لكم ما تتكلموش في الحاجات الصغيرة وبصوا للتحدي اللي قدامنا؟ عرفتوا ليه؟ مش عايزين ننسى التمن اللي اتدفع ده. بيقول لنا ما تنسوش التمن اللي اتدفع ده امبارح ودم الشهيد ده. بيقول لنا ما تنسوش ان انتوا في معركة كبيرة جدا، ما تنشغلوش عنها. احنا مش مشغولين عنها، لكن كمان كلنا محتاجين ما ننشغلش عنها. كل مؤسسات الدولة وكل الشعب المصري، كل الشعب المصري لازم دايما. خلي بالكم، احنا اللي بنراعيه مش الداخل والخارج ولا لا لا لا، احنا بنراعي قبل كل شيء ربنا سبحانه وتعالى. قبل كل شيء ربنا بنراعيه في كل تصرفاتنا ان شاء الله. حاجة تانية، احنا بنراعي المصلحة الوطنية، مصلحة مصر. وكل اللي اتعمل خلال السنتين اللي فاتوا اكتر كان الهدف منه مصلحة مصر مش حد تاني. احنا ما بنعملش حساب غير حاجة واحدة فقط، حساب حاجة واحدة فقط، المصريين. المصريين طول ما انتم على قلب رجل واحد باستثناء اهل الشر مفيش اي مشكلة. نقف قدام الدنيا كلها ونحارب الدنيا كلها. وبقول تاني، محدش يقدر يغلب شعب، محدش يقدر يغلب شعب. انا قلت الكلمة ديت واهلي جنبي. ما كانش ينفع اتكلم الا هما برضو كده جنبي، لان هما كانوا جنبه ويشرفني ان هما يبقوا جنبي. كانوا بيسندوه ويشرفني ان هم يبقوا جنبي يسندوني هنا. احنا عايزين نعزيهم صحيح، مش بالكلام، بالفعل. عايزين نعزيهم صحيح، عايزين نعزي كل المصريين بجد، مش بالكلام، بالفعل. فعل ايه؟ دولة بتقوم وبتطلع قدام، ارهاب بيتم السيطرة عليه مظبوط، احكام ناجزة للعدالة في أسرع وقت ممكن. ده اللي احنا عايزين نعمله. يحيى الشهيد، يحيى الشهيد، يحيى الشهيد، يحيى مصر، وتحيا مصر، تحيا مصر.